يا هلال اهلا اهلا كيف الحال قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصار مرحب مرحب يا هلال اهلا اهلا كيف الحال قد غبت. السلام عليكم البنات, صحة رمضانكم, صوب صحة ولهنا ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في قناتي مطبخ ومنوعات كاتيا. الوصفة تاع نهار اليوم عبارة عن فطائر السمكة من دون دلك ومن دون اختمار. تجي سهلة وسريعة في نفس الوقت وتجي باهية. وش معناتها تجي باهية؟ تجي حاجة مليحة وجديدة. وش نسحق في الوصفة تاع نهار اليوم؟ بسم الله, نسحق ربع كاس تاع حليب دافي, زوج مغارف كبار تاع الزيت, نسحق معاهم مغرفة صغيرة تاع خميرة الخبز, مغرفة صغيرة تاع السكر, ربع مغرفة ولا نص تاع الملح حسب الحاجة, وفرينة بطبيعة الحال باش نلمو العجينة. نبداو بتحضير الوصفة تاع نهار اليوم. بسم الله, ناخد غيسيبيون نحط فيه كيما راكو تشوفوا ربع كاس تاع حليب يكون دافي, نضيف له بطبيعة الحال الخميرة ديالي والسكر ديالي, قلت لكم مغرفة صغيرة تاع خميرة الخبز ومغرفة صغيرة تاع السكر, ونخلط المكونات حتى تتجانس هكا. من بعد نزيد لهم زوج مغارف كبار تاع الزيت. بسم الله, المغرفة الاولى والمغرفة الثانية, ونعاود نخلط هاد الفطائر هادو ولا المملحات هادي. فاش مليحة انها عندها شكل جديد, وكي تعرضوا ضيف سما تقدروا ديروها لهم جو حاجة جاي ما شافوها, حاجة جديدة تفرحوا بهم وهما تاني يفرحوا. نضيف الفارينة ديالي بالتدريج, نضيف مع اللون شوية تاع الفارينة, ونضيف الملح, سمحوا لي طاح لي شوية تاع الملح باسكو هاد الضياف جو ما كانش على بالي بلي حيجو. من بعد صدقت وجاو على بيها, جو كنت نجري في هاد الوقت, كانت كنت نديرها هاي الستة سما راهي ستة تاع العشية. نبدا نضيف الفرينة بالتدريج حتى تتلم لي كامل العجينة ديالي, بشرط انها ما تجينيش سما ناشفة ولا يابسة, وما تجينيش طيب بالبزاف, جو تجيني نورمال كيما العجينة تاع السوفلي, وتجي الشكل تاعها رائع رائع كيما قلت لكم, ويجي الشكل جديد وعصري. جو كي يجوكم ضياف تقدموا لهم حاجة جديدة ويفرحوا ويقولوا سما درتو ان افور باش ديروا لهم حاجة مليحة. كيما راكم تشوفوا نكمل لنا هنا اللم العجينة ديالي, قلت لكم بدون دلك وبدون اختمار, جا ما تخلوهاش كامل تخمر ولا غير هكا, تلموها برك وتبداو ديريكتومون تخدموا بها. كيما راكم تشوفوا هاي ليك, انا واش ندير دوكا, نديرها هكا نحلها جو هكا باش نشكل كريات. كريات شرط انهم يكونوا صغار شويه ما يكونوش كبار, انتم كيفاش راكم حابين السمكه تاعكم يجوكم. انا اللي حابه يجوني هكا ملاح, ما كبار ما صغار, ونكورهم نديرهم على شكل كرات كامل هكذا. انا بعد ما كملت درتهم كاع على شكل كرات, ناخذ فارينة نرش بها السطح ديالي, ونزيد ناخذ هذيك الكرية ونرشها من فوق ونفتحها, بشرط انكم ما تفتحوهاش مليح بزاف حتى تجي رقيقه رقيقه رقيقه, وما تفتحوهاش خشينه لخاطش راهو فيها خميرة الخبز. ما تفتحوها هكا تجي قلت لكم الشكل تاعها رائع رائع رائع. بالنسبه للحلويات هذا الاسبوع ان شاء الله نبداو بتحضير الحلويات. نشد السكين كيما راكم تشوفوا, نقطع هكذا, بصح قطعوا بشرط انكم ما تلحقوش للوسط, يعني باش تخلوا هذيك لافارس وين تحطوها. انا هنا قطعت خمس اشريطه في الجهه اليمنى, زيد نقطع خمس اشريطه في الجهة اليسرى بشرط انهم يكونوا متقابلين ويكونوا عندكم نفس الاشرطة, باش تخرج لكم السمكة تاعكم تسمى باهية او ميم طون تاع
تخرج الكم بنفس المستوى، ماشي وحده يقعد الكم من تحت جوغ شريط واحد زايد، باسكو ما راهوش راح يخرج لكم شباب الشكل ديالها. هاي اللي قلت لكم شرط انكم ما تلحقوش كامل للوسط باش تخلوا وين يجي الحشو ديالكم. هكذا انا كملت كما راكم تشوفون، نعاود لهم غير هكا شويه من الفوق جوغ باش نحددهم برك الاشرطه تاوعي هكذا. ناخذ الحشوه ديالي اللي هي عباره عن انا شديت هنا البصل قليته مليح، من بعد زدت له بولياشي، كان عندي صدر تاع الجن قلت لكم انا غسلته بيان، قلت لكم انا نحيه في الدار رحيته بما رحيت كامل الصدر جون نحيت شويه رحيته، ضفته ملح فلفل كحل في الاخير، زدت له شويه تاع معدنوس وشويه تاع الفرماج جبن ابيض دوبته معهم في الاخير. نعمر الحشوه ديالي هكا في الوسط، من بعد واش ندير نسقمها هكذا كامل باش ما تخرجليش تسمى الحشوه تاعي الى الاشرطه هذوك. من بعد عندي هنا بول فيه الماء باش نمسح هذوك الاشرطه باش يلصقولي فيما بعضهم وما تتفتحوليش كيشكل السمكه ديالي. نمسح كامل الاشرطه ديالي هكا في الاطراف بالماء ديالي، هذا الماء راهو راح يساعد الاشرطه تاعكم باش يلصقوا فيما بعضهم وما يتفتحوش. من بعد ناخذ هذه الجهه هكا بسم الله نلصقها، وناخذ الجهه اللي موراها ثاني نزيد نلصقها، من بعد نزيد هكا نشكل جوغ راني ندير في الضفيره، جهه منا جهه اليمنى جهه اليسرى جهه اليمنى جهه اليسرى هكا، يجي الشكل تاعها بزاف شباب وبريزونطابل في الطابله جوغ يجوكم ضياف تحبوا تفرحوا بهم. ديروا لهم هاد الفطائر، من بعد راني نسقم فيها هكذا من فوق باش يجيني الوجه ديالها، من بعد ناخذ سكين باش نحدد لها الزعانف ديالها هكا. نقرب لكم الكاميرا باش يبان لكم، نحيلها هذاك الوسطاني باش تبان الزعكه ديالها جو، من بعد هكا نحدد من جهتين هاولي كيجي الشكل تاعها. انا نكمل مع الباقي ونعاود لكم وحده قبل، انا كنت هنا فتحتها باش ما نجيش فيديو طويل. دوك ندير الاشرطه تاني، عدد الاشرطه انتم اللي تحكموا فيه بشرط انه يكون نفس الجهه اللي درتوها من اليمنى العدد ديالها يكون نفسه اللي ديروه من الجهه اليسرى كما قلت لكم. هكذا نكمل كامل بنفس الطريقه، انا درت هنا كما راكم تشوفوا كنت رايحه ندير جوغ خمسه هكا. من بعد قلت لكم عيطوا لي قالوا لي بلي كم جايين ضياف، ما زدت حاجه واحده اخرى، زدت عجينه واحده اخرى. انا بها كنت حابه نعطيكم هكا لي ميزور بالتدقيق و كيل صغير هكا، شوفوا كيفاش لازم تحددوا بيان هادوك الاشرطه تاعكم باش كي تجوا رايحين جوغ تدفروهم ما يلصقولكمش وما يجيكمش الخدمه ديالهم صعيبه. ناخذ الحشوه تاعي ونحشيهم بيان سور في الوسط. بالنسبه للحشوه اختياريه ماشي شرط ديروا كيما انا الدجاج، تنجموا ثاني ديروا بالخضره جوغ تشدوا بطاطا عفوا البصل تاعكم تقلوه تقدروا تزيدوا له فلفل طرشي ولا نتوما واش راكم حابين. وكاين اللي يحبوه بلا فيونداشي تنجموا ثاني ديروه بلا فيونداشي بشرط انكم ما ديروش بالبطاطا، لاخاطش لو كان ديروهم بالبطاطا كيما البرك التركي ولا يجوا جوغ تقال
يجو بزاف ثقال، انا اخترت نديرهم هكا، والفرمة تكون تذوبته لتماك باش يجي الشكل تاعهم ولا الذوق تاعهم رائع وما يشدليش بزاف الوقت. فهاد ماشي كل دقيقة نضيف الفرماج نضيف الفرماج نضيف الفرماج. ضفته فانا في المقلة في الاخر، نمسح انا باقي الاشريطة كيما درت للسمكة الاولانية باش نلصق الاشريطة ديالي مليح وما يتفتحوليش كي يطيب لي الحوتة ديالي. ناخذ هكا نزير من الكوتي اللي من هنا لهنا ونشد طرف تاني ونبدا ندير في الضفيرة، جو راكو تضفرو ضفيرة حتى تكملوها كامل للاخر، بشرط ان كي نروحو نضفرو للاخر نزيروها مليح. شوفوا كيفاش انا ندير لها، نزيرها بيان ونشدها في هذيك الزعكة ديالها هكا، نحدد الراس وناخذ الموس كما درت مع السمكة الاولى. هاي ليك جو، انا عاودت لكم الفيديو هذا باسكو انا كنت نغاول باش ندير هذوك الاخرين على بيها، عاودت لكم تاع الاولى. هاوليك انا نكمل مع كامل هذوك الحوتات جوغ سنيوه الاولى، من بعد نرجع ندير السنيوه الثانيه. انا عندي هنا كيما راكم تشوفوا صفار البيض، واش درت له؟ ضفت له شويه تاع الخل باش ما يبسليش هذيك البيض ويشكل ديك القشره. نمسح كامل السمكه ديالي. انا بالمناسبه زوج السنيوات الاولين راهم طابوا، كنت سبقت فيهم، انا باكو نعاود لكم في هذيك كيفاش التشكيل. من بعد عندي هنا باش نحدد لها العينين ديالها، انا حنستخدم هنا السانوج هكا باش نحدد لها العين تاعها. اللي عندهم قرنفل ولا ينجموا تاني يحددوا بها العينين. شوفوا هذا هو الشكل النهائي تاع فطائر السمكه اللي حضرتهم معكم نهار اليوم، يجوا بزاف شابين وبزاف هايلين. دوك نقسم لكم حبه تشوفوها، شوفوا شحال يجوا هشاش وبزاف هايلين. كما راكم تشوفوا انا حاطتهم على الطابله هكا باسكو كي قعدوا صورتهم لكم ما قدرتش نصورهم من قبل. نتمنى يعجبكم الفيديو تاع نهار اليوم، وديروا لي تشجيع عن طريق جيم، واشتركوا في القناه بالضغط على زر سابوني وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. معليا غنقول لكم صحه فطور.